استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم عددا من أهالي المحافظة الشمالية، حيث تشرفوا بالسلام على جلالته متوجهين بخالص الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك المفدى على ما يوليه حفظ الله من رعاية واهتمام بأهالي المحافظة الشمالية، مثمنين توجيهات جلالته السامية بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية والإسكانية الكبرى في المحافظة. وقد رحب جلالة العاهل المفدى بالجميع معربا عن شكره وتقديره للجهود المقدرة والمتواصلة لأبناء المحافظة الشمالية في بناء نهضة الوطن وإسهاماتهم الفاعلة في جهود التنمية والتطوير في البلاد، معربا حفظه الله ورعاه عن سعادته بهذه اللقاءات التي تجمع القلوب على المحبة والوفاء، والتي تأتي انطلاقا من العادات العربية الأصيلة والتراث البحريني العريق الذي يجمع أبناء الوطن كأسرة واحدة متعاضدة ومترابطة. وأشاد حضرة صاحب الجلالة بمواقف أهل البحرين الوطنية على مر العهود، حيث كان لرجالها ونسائها على حد سواء بصمات راسخة في إثراء مسيرة البناء الوطني، حيث عملوا بكل إخلاص على رعاية الثوابت الوطنية وتأصيل القيم الإنسانية، مؤكدا أن البحرين مشهود لها عبر تاريخها العريق بأنها مركز حضاري متمسك بنهجه الوسطي وله دور إنساني هام ومنفتح على العالم. وقد ألقى الدكتور عبدالله منصور آل رضي قصيدة أمام جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة بعنوان حمد فنحن نجلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد أتانا الموعد فلقاؤنا يتجدد، بالشكر تلهج ألسن لله كل يحمد. عدنا نزور مليكنا عود جميل أحمد، في كل يوم دأبنا لكم الولاء نجدد، ولقاؤنا بك فرحة كبرى فأنت القائد. فلطالما ظللتنا والظل دونك يفقد، سبل العلا لك ذللت فلك الطريق ممهد، فتسير فيه بعزة ترنو لما هو أبعد. والجود منك سجية لا غرو، أنت الأجود، أنت الحليم بفطرة، إن الحليم ليحمد. والصفح طبعك سيدي وتسامح وتودد، بحرين منذ حكمتها بين الممالك تحسد، للخير صارت واحة فكمثلها لا يوجد، فلمن يعيش بظلكم يجد الأمان ويسعد. ما همنا من هاجس إلا انبريت تبدد، وضربت خير مثال إذ حل الوباء يهدد، لم تدخر جهدا وقد صرت الحلول تحدد. عاد الأمان لشعبكم دحر الوباء ليشهدوا، وبفضلكم عادت لنا كل الطيور تغرد، حتى غدت بحريننا رمز النجاح تقلد. حمد فأنت لشعبكم، حمد فأنت لشعبكم أعلى المكانة تنشد، بك أنت يعلو قدرنا وإلى المعالي نصعد. في كل مسعى رمته حمد فأنت مسدد، فوهبتنا مجدا غدا كنزا لنا لا ينفد. إن الذي شيدته حمد لسوف يخلد، نشتاق لقياكم أبا سلمان عندك نرفد. عودتنا أن نلتقي جمعا لكم نتوافد، إن طال منا الملتقى منع اللقاء تباعد، فالناس من حب لكم لك بالقلوب توافدوا. حمد لأنك عندهم في كل قلب توجد، فغدا اسمكم رمزا لنا وله الجميع يردد، ومحافل فيها غدا نهج وضعت يمجد.
ولكم تنار مشاعل بمداد فكرك توقد، ولكم صروح ثقافة في الجامعات تشيد. كم في الشعوب أماجد لكن أنت الأمجد، ولقد كتبت الشعر كي يتلى وباسمك ينشد. حمد فنحن نجلكم ولما تريد نساند، سلمان نجلك نرتضي نعم الولي، وماجد أعطيته ثقة فها هو للصفوف يوحد. سلمان صار مثال من رام النجاح ليهتدوا، سنظل نهوى أرضنا وعلى ثراها نسجد، ولسوف نحمي أرضنا أرض بها نتعبد. نحمي مرابعنا التي حمد بها يتسيد، لولاك ما كانت ولا ذا الشأن أو ذا السؤدد. ويسرني تكرار ما قد قلته وأؤكد، شعب أحبك كله وولاءهم لك جددوا، فلكم ولاء مطلق وعليه رب يشهد. فولاؤنا لك مطلق وعليه رب يشهد. والسلام عليكم ورحمة الله. كما ألقت شاعرة الفاتح جيهان محمد قصيدة أخرى بهذه المناسبة بعنوان جال البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله على البحرين من جال البحر للجال، سلام الله على البحرين من جال البحر للجال، سلام لكل شعب المملكة ويخص راعيها، سلام المسك والعنبر يصافح سيد الأفعال، أبو سلمان قايدها وحامي كل أراضيها، سلام العز يوم إنه تعلى في السماء واختال، سلام العز يوم إنه تعلى في السماء واختال، في عهده صارت البحرين جميع الخلق تطريها، تفانى لأجل رفعتها وشال المجدها الأحمال، وبالميثاق والإصلاح والدستور يحميها. حقوق الناس بالميزان ما تبخس ولا مثقال، من الإسكان والتعليم والصحة مبادئها، غدت واحة من الطيبة يغنيها البحر موال، غدت واحة من الطيبة يغنيها البحر موال، على هالأرض ما تلقى سواها من يضاهيها، مواثيق الغلا تبقى ولا تمحى ولا تنشال، في عهدك يا حمد، في عهدك يا حمد نجددها ونحييها. رواب الدم ولا هم ولا دين ولا حال، بحرينيين ووحدتنا قوية في معانيها، ديرة العز تجمعنا، ديرة العز تجمعنا بحفظ الوالي المتعال، على هالأرض نتفاخر بوحدتنا ونفديها. شعوري للبلد أكبر من اللي بالشعر ينقال، من أرض المملكة وافخر بأني شاعرة فيها، من أرض المملكة وافخر بأني شاعرة فيها. سلامتكم. وأعرب جلالته عن شكره للدكتور عبد الله منصور الرضي على هذه القصيدة والقصائد الأخرى التي يكتبها في مختلف المناسبات الوطنية، وللشاعرة جيهان محمد على هذه القصيدة وإسهاماتها في المناسبات الوطنية. من جانبهم رفع أهالي المحافظة الشمالية بالغ شكرهم وتقديرهم لحضرة صاحب الجلالة، معربين عن اعتزازهم بهذا اللقاء المبارك الذي يعكس حرص جلالته على التواصل مع المواطنين في مختلف المناسبات، وأكدوا على فخرهم بما حققته البحرين في عهد جلالته الزاهر من إنجازات ومكتسبات عديدة على مختلف الأصعدة، داعين الله عز وجل يحفظ جلالته ويوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء وتحقيق تطلعات أبناء الوطن في مزيد من الرخاء والتقدم.